ايوه وارد. I think this is by far the worst condition of a house I've ever been to in my life. مرحبا عمار، من وين انتو؟ والله رحنا من هون بس اصلنا من الرقه. جيتوا لهون من القصف والضرب وجيتوا لهون؟ ايه. كم شخص انتو هون بالعيلة؟ احنا من العيلة هون خمسة. خمس اشخاص، ابوك متوفي؟ ايه. كم واحد انتو قلت لي؟ خمسة؟ ايه. خمس اشخاص، ايه، الوالد متوفي. So this guy here, he's a orphan as well. Like this is all of them are orphans. Technically, like in Syria, if the husband's dead and he still has a wife, it's still considered an orphan because she can't work. Just two girls, father and him and his brother. So well, kitchen. Salaam alaikum wa rahmatullah. The mطبخ. My father, worst condition house I've seen in my life. والله جاي من أستراليا دي أعطيكم مساعدة. إيش عليها فيها؟ الله يعافيك. بس عم حب يصور مشان التوثيق، مشان يعني هاللي بده يعطوه الدعم يصدقوه. الله يعافيك يا رب. There's not much to say when oh بس تعرف. Sometimes you become speechless. حب يصور البيت بالعمار. لا ما بيأثر. طيب. حاجة؟ بس تفضل يا عمار. فوزي لا الأكل. والأخ إجا من أستراليا عشان أقدمكم معونات من الشعب الأسترالي. أشتري سوري إن شاء الله بيساعدك ويساعد العائلة ويساعد البيت برمضان إن شاء الله، والشعب إن شاء الله الأسترالي ما بنسى الشعب السوري. إن شاء الله. So we Australian people do not forget the Syrian people. That's 10,000 Syrian lira, which is about a month's wage for this lady for her orphan kids. إن شاء الله. يلا. سلام.